معلومات صادمة عن القطط. وأول معلومة، القطة بتكره جدا حد يمسكها ويحضنها لأن ده بيسبب لها توتر. وتاني معلومة عن القطط، وهي لما القطة تبقى واقفة وتبص لك وتركز معاك وما تنزلش عينها من عليك فعرف ان هي مش طايقاك. وتالت معلومة عن القطط، وهي لما القطة تقرب منك وتمسح جسمها فيك تلحسك بلسانها فاعرف ان هي مش بتعمل كده عشان بتحبك، لا بتعمل كده عشان تحط ريحتها فيك وتعرف القطط ان انت بتاعها. وبس كده فعليا، كم طولك؟ وبس كده، سي يو.